كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة للمأموم عندما ينطق الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون في القلب أم بتحريك اللسان؟ نطق الإمام بدعة، قول الإمام صلوا على النبي هذه بدعة في يوم الجمعة وفي غيره. صلي على النبي بدون الإمام وبدون أحد، مطلوب منك هذا. أما أنك ما تصلي على النبي إلا إذا قال الإمام أو المؤذن صلوا على النبي أو الخطيب مثل ما يفعل بعض المبتدعة، هذا بدعة ولا تعمل بها، اتركها. نعم. وما حكم إذا تلا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ هذا في الخطبة لا بس، إذا تلا الآية في الخطبة وسمعتها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. نعم.